نظمت جمعية وحدة الشباب لقاء للناجحين الجدد في البكالوريا من أجل تعريفهم بآليات الحصول على منح دراسية في الخارج من خلال جلب تجارب حية. هذه فرص الشباب هذه هي عبارة عن منح تعطيها الحكومات والجامعات الدولية للشباب الجزائري الطموح بمواصلة دراسات تاعو بالخارج، وأيضا من خلال نشاطات في التبادل الثقافي اللي تعبر على الجزائر إن شاء الله. المحاضرون حاولوا شرح طرق التسجيل والتحضير النفسي واللغوي لهذه المنح. شرفتني باش نعاونهم ونمد لهم جرعة أمل باش يابليكيو في هاد لو جونغ تاع لي كونفيرونس ونتاع لي زوبورتونيتي في ليترونجي أوسي. الحاجة اللي نقدر ننفع بها ولاد بلادي من ليكسبيريونس اللي ديتها في الخارج، أني نانفيستي ونجيب أي خبرة تعلمتها نمدها لهم هنا، وباش هكذا تكون معرفة متبادلة وتكون إفادة مشتركة أيضا. بصراحة بزاف مشكورين اللي داروا الايفنت، لانه بزاف مهم انه يكون عندنا مكان وين نقدروا نبارطاجيو الاكسبيريونس اللي درناها، باش هكا حتى الغلطات اللي درناهم في لي زابليكاسيون ولا باش نتقبلوا في هاد لي سكولرشيب سوري ولا بروجرامز ما يعاودوش يديروهم هما، ويكونوا يكون اختصار لطريقهم، ويعني بكل بساطه يعني يروحوا وين لازم ويعرفوا سكولرشيب اللي لازم والحاجه اللي تولمهم هما من يعني واحد اللي راهو في الميدان، مش يعني من ويب سايت ولا من articles or something، يعني واحد في الميدان باش يقول لهم وش اللي صار. الحاضرون تابعوا بتركيز مجريات اللقاء بغية تحديد التخصص ومكان دراساتهم.